كولومبيا شبح الأعماق، غواصة الموت التي صنعتها أمريكا لإبادة روسيا. شئنا أم أبينا، الولايات المتحدة الأمريكية الأقوى عالمياً. مهما طورت الصين أو روسيا من أسلحتهما وابتكرتها، سيبقى فارقاً من القوة والتقنية والزمن يحول بينهما وبين الصدارة الأمريكية. الغواصة النووية الشبحية كولومبيا كلاس، الأحدث والأخطر والأكثر دموية، ليس في أمريكا فحسب، بل في كل بحار ومحيطات الكوكب. صواريخها النووية العابرة للقارات تستطيع الوصول إلى أي بقعة على كوكب الأرض. إضافة إلى منظومة غواصات كولومبيا، ستحتل عسكرياً مياه كل من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ كنظام ردع نووي يحمي الولايات المتحدة من أي هجوم قد يرتكبه غبي ما. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو المواصفات القتالية والتقنية لمشروع غواصات كولومبيا الأمريكية. مشروع كولومبيا النووية. تمتلك الولايات المتحدة أسطولاً من الغواصات متعددة الأغراض والمهام والقدرات، لكنها تمتلك عقيدة وسياسة ممنهجة للتسليح وتطوير قواتها تدفعها لتمتلك موطئ قدم في السماء والبر والبحر على حد سواء. وتماشياً مع التطور الذي لحق بأسطولها الجوي ودخول القاذفات والمقاتلة الشبحية فيه بنسبة تجاوزت 24% وامتلاكها لصواريخ باليستية ورؤوس نووية وصواريخ فرط صوتية بتقنيات متطورة جداً، كان لزاماً عليها تطوير قوتها البحرية والمنافسة في مجال الغواصات الشبحية، والتي يمكن وصفها بالكمائن المائية أو مستودعات الأسلحة النووية المتنقلة والمخفية والمخيفة. مشروع كولومبيا يعتبر بديلاً عن منظومة الغواصات النووية الأمريكية من فئة أوهايو، وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن المنظومة الجديدة فئة كولومبيا هي سلاح ردع، لكن ما تحمله من أسلحة وصواريخ نووية كاف لتدمير الحياة على سطح الأرض وجعلها جحيماً. وبالنظر إلى ميزانية المشروع الذي بلغت قيمته 110 مليارات دولار أمريكي، وهي أعلى تكلفة مشروع عسكري حتى اليوم، يمكننا أن نستشعر خطر هذه الغواصات ونحن جالسين على أرائكنا. يقضي المشروع بإنتاج 12 غواصة فقط، 6 منها مخصصة للانتشار في مياه المحيط الأطلسي والست الأخريات في المحيط الهندي. ومن المقرر أن تجري كل غواصة 124 دورية في أعماق المياه المتواجدة بها خلال مدة خدمتها المقدرة ب60 عاماً. تسليح كولومبيا شبح الأعماق. صممت كولومبيا بشكل هندسي مدروس بعناية فائقة، حيث تم توزيع المفاعل النووي الخاص بها وغرف السيطرة والتحكم والملحقات الحيوية بأفضل مساحة ممكنة لاستيعاب أكبر قدر من الذخائر. التسليح الهجومي. ستحتوي كل غواصة من غواصات كولومبيا على 16 قاذفة صواريخ 5 ترايدنت دي الصلبة، كل منها يحمل حتى 14 رأساً نووياً من طراز 76 واحد دبليو، يزن بين 374 كيلوطناً، ويصل مدى هذه الصواريخ من 7500 إلى 13000 كيلومتر. وللتوضيح، فإن هذه الصواريخ تمتلك قوة تدميرية أكبر بست مرات من القنبلة التي أسقطت على هيروشيما، كما أنها تمتلك منصة إطلاق ل24 صاروخاً. من المرجح أن تكون صواريخ 35A LGM و30LGM. أيضاً قالت مجلة بلومبرغ في تقرير موسع عن الغواصات من فئة كولومبيا أنها ستحمل ما يبلغ أكثر من 6 ميجاطن من القوة النارية النووية، أي ما يعادل 6 ملايين طن من مادة TNT. التسليح الدفاعي. ستتسلح غواصات كولومبيا بمنظومتي توربيدات، الأولى لمكافحة الأهداف العائمة والغواصات، وهي من طراز 48 MK، والتي يوجد فيها توربيدات ضخمة يصل طولها إلى 6 أمتار وقطرها يبلغ 53 سنتيمتراً، مزودة بسونارات وأجهزة ملاحة دقيقة للغاية يصل مداها الأقصى إلى 70 كيلومتراً.
أما المنظومة الثانية فهي 54 MK النسخة المحسنة بعض شيء عن المنظومة الأولى، حيث يبلغ طول صاروخ 2.7 متر وبقطر 33.5 سنتيمتر، ويتفوق على سابقه بقدرته على ملاحقة أهدافه وتتبعها حتى في المياه الضحلة، إلا أن مداه لا يتجاوز 15 كيلومتراً. المواصفات التقنية: تمتلك الغواصة كولومبيا نظام رادار من طراز 31 تراي جي بي آر، القادر على مسح المياه وسطح المياه في دائرة يبلغ نصف قطرها 160 كيلومتراً وحتى عمق 900 متر، وتعرف هوية الأهداف وطرازها ومسارها وسرعتها، ونطاق المسح هذا يعد الأطول في العالم، أي أن غواصة كولومبيا تمتلك راداراً ونظام إنذار مبكر يتيح لها الانتقال إلى حالة الدفاع ومهاجمة العدو قبل أن يستدرك خطرها، كما أنها مزودة بمجموعة من أجهزة الاستشعار الصوتية بمجموع 40 سوناراً موزعين على هيكل الغواصة، توفر لها دقة عالية في استكشاف الأعماق ورؤية ثلاثية الأبعاد للقاع والمياه في جميع الاتجاهات، وتساعد في الغوص الآمن. وتمتلك الغواصة الواحدة غرفة تحكم وسيطرة تبقى على اتصال بالخط الساخن مع قيادة القوات البحرية الأمريكية عبر الأقمار الصناعية، وفي حال حدوث أي طارئ يمكن لموانئ البحرية الأمريكية التحكم بالغواصة عن بعد كالصيانة واختبارات الجاهزية وحتى الملاحة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن غواصات كولومبيا وبالرغم من كبر حجمها وقوتها إلا أن تقنياتها وهندستها التصميمية وعوامل أخرى كثيرة جعلتها صامتة وشبحية بشكل هائل، حيث تنتج ضجيجاً أقل بكثير من الذي تنتجه الحيتان وأسماك القرش الكبيرة، مما يعني أن مسألة اكتشافها من خلال الموجات الصوتية أمراً من المستحيلات. المواصفات العامة: يبلغ طول الغواصة 171 متراً وبقطر 14 متراً ويبلغ وزنها 20,000 طن. يوفر مفاعل نووي داخل الطاقة لكولومبيا ويعطيها قدرة إزاحة تبلغ 22,000 طن، ويتيح لها الإبحار بسرعة 50 كيلومتراً. ومن المقرر أن يعمل المفاعل دون الحاجة إلى صيانة لـ60 عاماً، وهي المدة الافتراضية للخدمة، ويبقى دون الحاجة للتزود بالوقود النووي لمدة 42 عاماً عند عمل الغواصة بأقصى طاقة تشغيلية لها. وعلى الرغم من ذلك كله إلا أن الثقة الزائدة قد تكون مكلفة في أعماق البحار، لذلك تم تجهيز الغواصة بمحرك كهربائي يعمل بالغاز، وتتيح خزاناته للغواصة الإبحار مسافة 12,000 كيلومتر. وتحتاج كل غواصة إلى 36 فرداً فقط لتشغيلها، يمكنهم البقاء داخلها لمدة 120 يوماً دون الحاجة لأي مواد من خارجها، ولديهم 4 مولدات أكسجين تعمل بالتناوب، مع العلم أن أضخم الغواصات من أي طراز آخر أو لأي جيش كأن يكون بها مولد أكسجين واحد ومولد إضافي أصغر حجماً وأقل كفاءة. ولكل غواصة طاقمان، يبقى كل طاقم في مهمته لمدة 89 يوماً في حين يقضي الطاقم الآخر إجازته وهو في حالة استعداد لتلبية أي نداء طوارئ. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات غواصة كولومبيا؟ وبرأيك هل تستطيع غواصات روسيا والصين مجابهتها؟